نبدأ بمخيم تندوف جنوب غربي الجزائر، حيث قام أشخاص منتمون لقبيلة الرقيبات ولد موسى اليوم فجرا بمهاجمة مركز مراقبة تابع لانفصالي البوليساريو بمعسكر سمارة باتجاه الرابوني، وقاموا باحتجاز وتحنيف عناصر ميليشيات البوليساريو وإحراق سيارات خدمة تابعة لهم، وذلك في معرض الرد على مختلف مظاهر التحنيف والتعذيب الذي كان ضحيته شاب من قبيلة أولاد موسى في المقرات الخاصة تابعة لما يعرف بشرطة البوليساريو. يأتي هذا فيما أفادت مصادرنا أمس أنه تم الإفراج عن كل من محمد ولديدة والنجم ولدعينة ومحمد ولد الفقير والشيخ ولدعينة الذين كانوا قد اعتقلوا الأحد الماضي من طرف عناصر مسلحة من ميليشيات البوليساريو تابعة لما يعرف بالمنطقة العسكرية السادسة، وذلك بعد هجوم عدد كبير من الأشخاص المنتمين لجماعة ولد موسى على مقر للشرطة بمعسكر السمارة. المعتقلون الأربعة كانوا قد أودعوا سجن دهبية حيث تعرضوا لمختلف أنواع التعذيب والترهيب. نتابع الآن شاهد عيان من عين المكان. السلام عليكم. أهل باس تعلم الناس السكامنة اللي ما هو عالم يعود عالم، خالق من الناس قال عنه ما هو جايب أخبار. هذا كنترول مهيريز وكتفوا فيها أشخاص من القوة العمومية والحاجة توتتهم وثقبوا الكنترول وكتفوهم وتطوا.